بارك الله فيك شيخ. وفيك رسالك عن الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري. نعم. ما رأيك بهذا الشخص شيخ؟ هذا من إخواننا وهو موجود الآن عندنا في الأردن. في الأردن وفي الدار أيضا. صدر له كتاب حديث الشيخ. نعم. ما أدري طلعت عليه أو لا. وهو يتكلم عن الدعوة ويتكلم عن ينتقد على بعض الدعاة الموجودين هنا في السعودية. ما هو ما اسم الكتاب؟ منهج الدعوة المعاصرة أو قريب من هذا. والله إذا ما سميته لي فمن الصعب أن أتذكره. هو حديث صدر يا شيخ الآن. على كل حال نزل في الأسواق. على كل حال أنت وأمثالك لا يهمنه الشخص وإنما ليهمه الموضوع، لأنك تعلم كما نعلم أن الحق لا يعرف الرجال، إنما الرجال كما تعلم تعرف بالحق، فإذا تكلم بعضهم في بعض الدعاة فهذه فتنة قامت عندكم في هذه الأيام. فالآن انقسم إخواننا السلفيون هناك إلى طائفتين، وكل طائفة لسان حالها يقول، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ولذلك فالمسلم من الواجب عليه أولا أن يتقي الله عز وجل، وثانيا أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس، ولا يتحيز لطائفة على أخرى، لأن في كل طائفة حقا وخطأ، وهكذا على العكس تماما. ولذلك نحن ننكر الحزبية العمياء الصماء البكماء، لأن أي حزب ينتمي إلى الإسلام لابد أن يكون عنده شيء من الصواب وأشياء من الأخطاء، والعكس في الأحزاب الأخرى أيضا. ولذلك فالمسلم يجب أن يكون كالنحلة التي تهبط على أي شجرة وتقتطف منها أحلى ما فيها، هكذا شأن المسلم. ولذلك فأنت اقرأ هذا الكتاب وغيره ممن ينحو منحاه أو يخالفه، ثم اجتهد في معرفة الصواب مما اختلف فيه الناس. هو من ضمن ما انتقد يا شيخ يقول الآن فما في مجال يتكلم عن العلمانية ويتكلم عن بعض المذاهب المعاصرة ونشغل أوقاتنا فيه، ما أدري وش رأيك يا شيخ. بارك الله فيك، هذا الموضوع لا يمكن أن يبحث فيه إلا وجاهة ليس من وراء الجدر. نعم يا شيخ، هذا موضوع يحتاج إلى جلسات. لو لخصت الرأي يا شيخ لو سمحت. قد لخصته لك آنفا. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. بارك الله فيك. أهلا مرحبا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ولا أقرأ الكتاب ولا يعرف هذا.